نبدأ بقى بالبرانشز اوف بابليك لو. اول حاجه الكونستيتيوشن لو. لو تفتكروا ان الكونستيتيوشن لو لما جينا اتكلمنا عنه القانون الدستوري قلت لك هو الخريطه العامه اللي بتمشي عليها البلد، بيحدد لي شكل البلد، بيحدد لي حاجات معينه، بالتالي الديفينيشن برضو هينصب على الموضوع دي. فبيقول لي السلايد كلها مهمه لان ده الديفينيشن بتاعه. constitutional law defines the form of state، يعني القانون الدستوري بيعرف لي شكل الدوله. determines the organs of the government، بيقول لي سلطات الحكومة. and provides the guarantee of individual rights، وكمان بيقول حقوق الأفراد. defines whether the state is anarchy or republic، يعني بيقول لي إذا كان الدولة kingdom، anarchy يعني kingdom مملكة، ولا جمهورية زي السعودية أو زي مصر. طبعا it determines the organs of the government، بيعرف لي سلطات الحكومة، which is usually three: legislative تشريعية، executive تنفيذية، judicial يعني قضائي. بعد كده عندنا ال public international law. ال public international law عندي هو في تعريفين، انا بميل للتعريف اللي هو التاني اللي مكتوب بخط خفيف اسهل، ولكن انا هشرح لك التعريفين وزي ما انت عايز. لو لقيت الديفينيشن اللي فوق اسهل خلاص براحتك. Public International Law، القانون الدولي العام، بيقول لي body of laws، rules or legal principles that are based on custom, treaties, legislations and that control or affect the right and the duties of nations in relation to each other. بيقول لي هو كل القوانين، كل الأعراف، كل المبادئ القانونية، كل الاتفاقيات الدولية، كل التشريعات اللي بتنظم العلاقة ما بين الدول. Public international law includes the rules of law which regulate the relation between state. The formal sources of these rules are treaties, international agreements, international customs and decisions of international courts. طيب يبقى احنا عندنا هنا التعريف الثاني بيعرف لي حاجات اوسع شويه. بيقول لي ان القانون الدولي العام هو اللي بينظم العلاقه ما بين الدول. مصادره بتبقى كالتالي: الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه، الاعراف الدوليه، وقرارات محكمه العدل الدوليه. وده متهيألي ان هو اسهل ألطف بكتير. بعد كده بنخش على البرايفت لو. فبنلاقي ان البرايفت لو عندي اول حاجة السيفل لو اللي هو القانون المدني، وده بيتكلم على تعريفات، وهاخد اول 2 بوينتس بس لان هم المهمين، بس انا هشرح لك كل السلايد بس انا عشان تبقى انت عارف انت هتذاكر ايه او هتحفظ ايه. بعد كده بيقول لي ان السيفل لو ده القانون المدني is the law which governs the relation of the ordinary citizen، هو اللي بينظم العلاقة ما بين الأشخاص العموميين ما بينهم ما بين بعضهم، سوري الأشخاص العاديين ما بينهم ما بين بعضهم. These relations may affect the person himself and are called matters of personal statute، يعني في بعض الأحيان هي بتؤثر على الشخص نفسه وبنسميها قانون الأحوال الشخصية. وعشان كده بيقول لي السيفل لو ده is divided into two classes، عنده نوعين من القواعد او بيحكم مسألتين من الحاجات. اول حاجة the law of persons اللي هو قانون الاحوال الشخصية، و the law of property قانون الملك. يعني الكلام ده فبيقول لي the law of persons اللي هو بنسميه family law، قانون الاسرة، ده deals with the legal capacity. legal capacity يعني الاهليه القانونيه، او المارج الزواج او الديفورس اللي هو الطلاق. the law of property قانون الملكيه اللي جوه القانون المدني deals with the ownership obligations and special contracts زي السيل، هو بيتضمن الملكيه، الالتزامات، وبعض العقود زي عقد البيع، عقد الايجار، كل ده بنلاقيه في القانون المدني. طيب انا لما اجي احفظ بقى احفظ ايه؟ احفظ الـ 2 points الاولانيين لان ده بيمثل لي الـ definition بتاعه. طيب بعد كده عندي الـ private international law، والـ private international law عندي القانون الدولي الخاص، وده الحقيقة اديتهولك عشان تعرف الفرق ما بين
القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام. زي ما قلنا قبل كده ان القانون الدولي العام ده بينظم العلاقة ما بين دولتين. تعالوا بقى نشوف القانون الدولي الخاص ده بيعمل ايه. بيقول لي Private international law contains rules to be applied upon foreign elements and the contract within whose jurisdiction the matter lies. يعني القانون الدولي الخاص هو القانون اللي جواه قواعد اللي بتطبق على العنصر الأجنبي، وكمان بيقول لي المحكمة المختصة. The law which determines the legal status of foreign elements in given state. يعني بيقول لي الموقف القانوني للعنصر الأجنبي أو الشخص الأجنبي في الدولة الواحدة. Concern relation across different legal jurisdiction between person and sometimes also companies and other legal entities. كمان بيحدد لي القواعد اللي بتطبق على الشركات الأجنبية والكيانات الأجنبية وموقفها القانوني في البلد اللي هي فاتحة. كويس. بعد كده بنقول بعد كده عندي الاخر حاجه which deals executively with the relation of persons belonging to different states in which state are not the party. طبعا هنا بيفرق لي ما بين حاجتين، ان ده بينظم علاقه العنصر الاجنبي او الشخص الاجنبي بالدوله اللي هو عايش فيها، والدوله ما بتبقاش طرف. يعني ايه بقى الكلام ده؟ احنا ننقي اي ديفينيشن من اللي موجودين عندي في السلايد، اسهل ديفينيشن بالنسبه لك وتحفظه. بس الكلام ده بقى باختصار شديد، يعني انا راجل اجنبي عايش هنا في مصر، عندي اقامه، هل من حقي ان انا اطلع رخصه قياده؟ هل من حقي ان انا ادخل ولادي مدرسه؟ هل من حقي ان انا امتلك شقه ولا لا؟ كل الحاجات دي بنلاقيها في البرايفت انترناشونال لو. فبالتالي الاجنبي ليه الحق ان هو يطلع رخصه خاصه، يمتلك عربيه، ممكن يمتلك شقه طبقا للقانون الدولي الخاص المصري. كويس. وبنسمي المرور في عندنا يعني عرفيا مرور الجزيره، ده بنسميه مرور الاجانب. اي واحد اجنبي عايش في مصر، اي حته في مصر، بيقدر يروح مرور الجزيره ويقدم الاقامه بتاعته ويبدا يقدم الأوراق للمرور عشان يستخرج رخصة قيادة. طيب تاني حاجة، لو الأجنبي ده ارتكب جريمة، أي محكمة هي اللي هتحكمه؟ كل ده بنلاقيه في البرايفت انترناشونال لو، القانون الدولي الخاص. طيب هنا بقى مثلا القانون الدولي الخاص بيدي الحق للأجنبي ان هو يتملك في بعض الأماكن باستثناء بعض الأماكن الأخرى، عقارات، شقق، أراضي، الكلام ده. طيب يعني مثلا القانون الدولي عندنا الخاص طبقا لمصر، من حق الأجنبي ان هو يتملك شقق أو أراضي بس باستثناء منطقة سيناء والحتة دي وشرم الشيخ والكلام ده. هو القانون الدولي الخاص بتاعنا قال كده، على عكس مثلا في الإمارات أو في السعودية، أنت في الواقع ما بتقدرش تتملك غير العربية فقط. ليه؟ ده القانون الدولي الخاص بتاعهم هو اللي بيقول كده. شكرا، ونتمنى لكم الفهم. ولو في اي حد عايز اي حاجة طبعا يبعت لي على الواتساب، انتوا اكيد معاكم رقم تليفوني، ويسألني في اللي هو عايزه. شكرا.